مرق كتير وما بقي إلا القليل من So You Think You Can Dance. يلا نرقص. مرق المهم وباقي الأهم، وفي أهم من الاحتفال بتتويج أفضل رائس بالعالم العربي على هالمسرح ومباشرة على الام تي في والفوكس موفيز وقناة النهار، فشاركوا بالاختيار وصوتوا وقرروا مين بدكن يفوز باللقب والجائزة، كاريل أو محمد، من خلال إرسال كلمة يلا ستة إذا كان خياركن كاريل. أما إذا كان خياركن محمد فودوا كلمة يلا 13 عبر الأس أم أس من لبنان على 1068 ومن مصر على 94-71. من أول ما طلعت على المسرح لليوم جذبت كاريل الأضواء برأسة بسحرة وبحضورة، وهلأ صار وقت نشوف كاريل برقصة المواجهة الأخيرة، وهي مزيج من كونتمبرري وليريكال جاز على أغنية Love the way you lie. كاريل وارديني. On the first page of a story, the future seems so bright, and this thing turned out so but you'll always be my hero, even though you've lost your mind. وهون شكر كبير طبعا لإيفانا أوستروفسكي على هالخلطة الحلوة. كاريل بنتقل هلا لناخذ رأي اللجنة برقصة كاريل الأخيرة، ورح أبدأ مع نيلي كريم. أكيد تستاهلي تكوني هنا موجودة في وسطينا النهاردة وتعملي الرقصة، دايما بيغلبك إحساسك، إحساسك قدامك دايما ماشية كاريل، ممتعة في كل رقصة في كل لحظة، انفجار قنبلة. فعلا شكرا للي بيير. First of all Carol, congratulations on getting here tonight. You stood out and touched me from the very first time I saw you. You have great personality and charisma. All you need to do is just stand there and really the stage is yours, so no matter what happens tonight, good luck. المسرح إليك يا كاريل وعندك كاريزما رائعة. عم بقول من أول نهار برزتي أثرتي فيه كتير لبيير. أليسار كاريل، my superwoman, my girl on fire. إذا بدي أعطي لون لكل مشترك كان بهالمنافسة، أنت كاريل لون الأحمر، لون النار، لون النار، النار اللي عم تولع. The color of passion. That's what you are. شكراً أليسار. شال بحب فيك شغفك للرقص، هذا الشغف اللي عندك إياه عم بيطلع من جوا. كاريزما تبعك just oh my god، يعني الحب للرقص تبعك عم يطلع منك، عم شوفه عم يطلع منك وعم يمتد لعنا كلنا ولعند العالم كله. مليون لاك كاريل، بتمنى لك كل التوفيق من قلبي. ميرسي شارل. أعضاء اللجنة قالوا اللي بدهم يقولوه بكل محبة وتقدير، والمغردين غردوا وزقزقوا لكاريل. وبنقرأ بعد اثنين تويتس، آخر اثنين تويتس ولي لكاريل. أول تويت
وسيل علاقات يلا نرقص دعما لكاريل. اوكي لكن هدول التويتس هن من الجمهور يلي قاعد بالصاله واللي عم يحضرك برا. يا كاريل، كاريل واز ماي فيفرت فروم داي 1 اند ستيل شي هاز ذات اكس فاكتور اوف سكسس شي ديزيرفز تو وين ذا تايتل. عم بيقول انه كانت المفضله عندها من اول نهار وبعدك، وعندك هيدا الشيء اللي بيميزك كثير ويلي عم بخليك تنجحي وبتستاهلي تاخذي لقب افضل راقصه بالعالم العربي. تاني تويت لكاريل. Karel, you are our inspiration. We all love you and support you till the last seconds. أنت مصدر واحد لنا يا كاريل، نحن منحبك ومندعمك لآخر لحظة. كاريل بعد التويتس وكل هالهيصة الجماهيرية بيبقى نوجه نداء أخير للمشاهدين اللي بدهم يصوتوا لك لتفوزي باللقب والجائزة، يبعتوا كلمة يلا ستة. يلا قد إيه؟ قولي آخر مرة. يلا ستة. ستة. وطبعا من خلال اس ام اس من لبنان على 1068 ومن مصر على 94 71، حتى توقفي بدائرة التتويج مش بدائرة الخطر. والأرقام الخاصة بكل البلدان موجودة كمان على موقع الام تي في وموقع فوكس موفيز، وفيكم تصوتوا عبر الموبايل أبليكيشن. كاريل فيك تنسحبي وتنطري وتصلي. Good luck.